ظهرت؟ ظهرت عندك؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده عمود الخرسانه بعد ما تأبناه بالشنيور او الجهاز اللي احنا بنتقب بيه. الميزه بقى ان زي ما حضراتكم شايفين كده، لو يعني ما بيعملش اي شرخ في السقف او في الحيطه، بيطلع بالشكل ده مظبوط، ما بقاش في اي شروخات ولا اي شيء، بيحافظ على السقف. وده يعني اعتقد ان هو افضل وسيله لما تكون عايز تتقب في السقف ولا شيء للميه، او مثلا لو انت بتدخل ميه من السلم لظروف مثلا ان بيتك مالوش جيرانك مثلا لازقين في البيت، مالكش مثلا طلول ولا شيء، وعايز تدخل الميه من السلم او الغاز، فده افضل طريقه. ده زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، ده التقب هو بيحافظ على السقف من اي شروخات ولا اي شيء. ده افضل طريقه علشان نحافظ على البيت اعتقد. يعني ده طبعا هو ان شاء الله هنسيب لكم الرقم التليفون في الوصف لو حد حابب يتواصل مع الاخ يعني اللي عامل دون. الشكل جميل جدا ما شاء الله، يعني شغل عالي جدا ما شاء الله، زي الشنيور، كانك بتخرم في خشب بشنيور زي ما حضراتكم شايفين كده، كانك بتخرم بشنيور في الخشب بكل سهوله من غير اي شروخات. وقولوا لنا ايه رايكم برضو يعني.